وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه إخواني وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن يختم لنا بما يرضاه لنا وعنا، آمين آمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قالها في أكثر من موضع في القرآن الكريم مادحا المؤمنين الذين أذعنوا لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية واستقاموا على الطريق الذي رسمه لهم نبيهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إخواني، في اللغة العربية حرف العطف ثم يفيد ترتيب مع تعقيب، ولكن المعطوف بثم فيه اختلاف عن المعطوف بالواو والفاء. المعطوف بالفاء يكون تعقيب مباشر: دخل أحمد فخالد، دخل أحمد أولا فخالد ثانية مباشرة. دخل أحمد وخالد كلاهما دخل، لكن لا نعرف من الذي دخل أولا. قد يكون المذكور أولا دخل أولا، وقد يكون المذكور أولا دخل ثانيا بحسب مراد المتكلم. ولكن عندما يقول دخل أحمد ثم خالد، معلوم أن خالد كان متأخرا عن أحمد ولا نعرف كم هو التأخير. لكن في موضوع الإيمان لاحظنا أن الصحابة الكرام من اللحظة الأولى التي أذعنوا فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية استقاموا على منهج القرآن واستقاموا على منهج النبي محمد العدنان. لذلك هذه ثم ليست، والله تعالى أعلم، ليست ثم العاطفة، وإنما ثم التي تبين الرتبة. أعطي مثالا حتى يتضح الأمر. في نهاية العام الدراسي مثلا يأتي مدير المدرسة فيكرم الطلبة المتفوقين، فقد يكون الطالب نفسه قد استحق أكثر من جائزة في نفس الوقت. فيقول المدرس، ينادي: الطالب أحمد أخذ جائزة الطالب الذي لم يغب، ثم جائزة الطالب المتفوق، ثم جائزة الطالب الذي عمل مشاريع، ثم. هل هذه ثم التي فيها تراخي؟ لا، وإنما هذه ثم التي تبين الرتبة. إذن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه رتبة متابعة للإذعان للرب سبحانه وتعالى مباشرة، تكون الخطوة التالية أو الثانية المصاحبة للإذعان الاستقامة على منهج الرحمن. وإلا لا يمكن أن يقبل آمنت اليوم قالوا بعد سنتين أستقيم. لا، بالعكس، إن الإيمان يسحب صاحبه إلى حيث يريد الذي أنزل القرآن وأنزل هذا الدين العظيم، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نقول: وجهت وجهي لمن؟ لله. وجهت الذي فطر السماوات والأرض، أنا وجهتي في اتجاه ما يرضي الله، وجهتي في اتجاه ما يرضي الله. لذلك في سورة الغاشية لما فسرناها في العام الماضي الفائت، قلنا: لسعيها راضية. هناك سعي يكون باتجاه ماذا؟ باتجاه ما يرضي الله،
فإذا رضي الله رضي الناس عن الله يوم القيامة عندما يكافئهم ويجازيهم، فتجد الانبساط والسعادة لأن السعي الذي قدموه أثمر نتاجا أرضاهم وأسعدهم يوم لقاء الله. نسأل الله أن نكون من هؤلاء يا إخوة. إذن الاستقامة، الاستقامة رتبة مصاحبة للإيمان. إذا كان هناك شخص، إذا كان هناك شخص غير مستقيم، إذا كان هناك شخص غير مستقيم معناته الإيمان عنده في خلل، لأنه يستحيل مؤمن وغير مستقيم في مشكلة. أين الإشكال؟ في الفهم، في الفهم. ما هو الإيمان؟ ماذا تعني مؤمن؟ مؤمن أنني أذعنت إلى الله، استسلمت إلى الله، التزمت بأمره سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما النتيجة؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما تخاف على المؤمن المستقيم. لماذا؟ لأنه تحت رعاية إلهية ملكية مباشرة، ليست رعاية بشرية، وإنما رعاية خالق الكون ومالك الكون ومدبر الكون. لذلك أنت كمؤمن وأنت كمؤمنة لابد أن لا تخف ولا تخافي ولا تحزن ولا تحزني، وتقول دائما يا رب أنا عبدك وأنا أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك. هذا الدعاء الجميل. ماض في وعلي حكمك، أسألك وأنت ربي. دائما الله يحب منا أن نسأله، وتسأل ما شئت تكون إن شاء الله تعالى أسعد الناس. أسعد الناس من يتصل بالله، هذا السعيد، لأنه فيه شيء من الرضا، متوكل على الله سبحانه وتعالى. جربوها يا إخوة، احنا جربناها في رمضان الحمد لله، ولمسنا ثمرة التواصل مع الله سبحانه وتعالى في ليالي رمضان. وما أجمل تلك الليالي، وما أجملها من ليالي. وإن شاء الله نبقى على العهد متواصلين ومتصلين مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا تعني كلمة استقامة؟ كيف نترجمها على أرض الواقع؟ إخواني، الاستقامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الاستقامة مع النفس، أنت وأنت، أنت وأنت، أنت وأنت. إياك أن تكون بوجهين، وإياك أن تتقمص شخصيتين، وإياك أن تلزم نفسك بما ليس لك وليس فيك. لا تفعل هذا، كن أنت كما أنت، كن متصالحا مع نفسك، اعرف ماذا تريد في هذه الدنيا وافعل. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وأي ناس؟ أول الناس وأولى الناس بك أهل بيتك، أمك وأبوك، زوجك وزوجتك، أولادك، إخوانك، هؤلاء الأقربون أولى بمعروفي ومعروفك. فابدأ بهم، ابدأ بمن تعول، أصلح من شأنهم، أصلح من حالهم. وكل هذا يحتاج إلى رعاية من الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التواصل والاتصال مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الاستقامة مع النفس. كيف أكون يعني أدوات الاستقامة مع النفس؟ هناك استقامة طبعا مع المجتمع ولها أدوات، استقامة مع الله ولها أدوات. أتكلم في هذه الأدوات في عجالة حتى لا أطيل. أول هذه الأدوات إخواني أن تكون صادقا، لا تكذب. المستقيم لا يكذب، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب. لماذا؟ لأن الكذب يتناقض مع الإيمان، تناقض، ما في إيمان وكذب. زي ما نقول قائم قاعد في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، ما بيصير قائم وقاعد، نائم ومستيقظ، هذا متضاد. إلا شو اسمه الفلسطينيين الفلاحين بيقولوا أبوي قاعد بمشي، أبوي قاعد بمشي.
فهذا من باب يعني النكات اللغوية. لا هو ما بصير قاعد وبيمشي في نفس الوقت، وبالتالي هذا المتضادات لا تلتزم بها إياك. فالكذب إخواني إياك أن تكذب، وخاصة الكبير. كبير ويكذب عيب عيب، والكذب يصبح يا إخواني فيه إدمان. إذا لا، المستقيم يقول الصدق، ونعلم في الفيزياء الخط المستقيم أقصر مسافة بين النقطتين، وإحنا بدنا نكون إن شاء الله مختصرين طريقنا إلى الجنة بالصدق. إذن الصدق أول أدوات الاستقامة. الوسيلة الثانية الوفاء. إذا وعدت وفي، وفي لأبيك وأمك حقهم عليك، وفي لزوجتك حقها وحقه عليك، وفي لأولادك حقهم عليك، وفي لإخوانك، وفي لزبائنك. إياك أن لا توفي للزبون ما تعده على الورق، وخاصة أنت المسلم الذي يعرف الناس أنك من أتباع محمد، فإن غدرت اعلم أنك ثلمت في الإسلام ثلمة أنت مسؤول عنها. قد تكون قد صددت بهذه الثلمة هذا عن التوجه إلى الله بسببك أنت. وتخيل يوم القيامة أن يأتي يحاجج، يا رب اقتص لي من هذا، لماذا ماذا فعل كذا وكذا وكذا فأبعدني عن الهداية. تخيل، هذا ليس تخيل إخواني، هذه حقيقة. سيقتص من كل إنسان أمام خصيمه يوم القيامة. فأوفوا بعهودكم. وهناك سورة بدأت بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي سورة هذه؟ سورة المائدة. المائدة، الوفاء. وكم من مرة الله يذكر الوفاء الوفاء الوفاء. فهذه من أدوات الاستقامة إخواني، أن توفي. إلا والله إذا كانت خارج إطار القدرة، إن الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أو وسعها كما في الآية الأخرى. لكن الوفاء يا إخواني، وبالوفاء تملك قلوب الناس. وأقولها أيضا للمتزوجين من غير المسلمات. المتزوج من غير المسلمة، أنت موضوعك مختلف تماما. لابد أن تعي أنك أمام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى 24 ساعة في 24 ساعة أمام زوجتك. إياك أن ترى من خلالك ثلمة في الإسلام والمسلمين، إياك. وأنا يصلني اتصالات إخواني كثيرة من ظلم يقع على هؤلاء النسوة من أبناء الإسلام والمسلمين. لماذا؟ هذه ليست استقامة. لا يجوز أن تكون مطففا، تريد منها ما يحبه قلبك ولا تعطيها ما تستحق كزوجة عليك كزوج. إياك أن تفعل هذا، هذا تطفيف أيضا. والله عز وجل يقول في الآية ويل للمطففين. التطفيف ليس فقط في الخضار والفاكهة، وإنما في كل المسلكيات. هذه الأداة الثانية. الأداة الثالثة، حتى تكون مستقيما لابد أن تتقن عملك، الإتقان. النبي الكريم وصانا بهذا، صلوا على رسول الله، وصانا أن نكمل عملنا وأن نتقنه. إن الله يحب. ونقول دائما اجمع كل ما يحبه الله وافعله قدر ما تستطيع. ماذا يحب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ورواية أخرى أن يكمله. ولا شك أنه لا إتقان بلا إكمال، فأنت لا تبدأ شيء ولا تكمله، إياك. هذا يتنافى مع الإيمان والاستقامة. أكمل ما, 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 ما دمت تستطيع الإكمال، أكمل وأتقن. وخاصة إذا كنت من أهل الخدمات، اخدم الناس بإتقان، يجد الناس الثقة والمحبة والمودة والراحة. فعلى مستوى البزنس عم بيزيد شغلك، وعلى مستوى الدعوة عم بتزيد ثقة الناس فيك كإنسان. أما الـ 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 في بقول المثل اللي بعرفش تعرفوه، حلس وملس بيطلع كويس. في بعض الناس شغلي على الموضوع إخواني، لا يتقن ولا يكمل عملا بدأه، وإنما تلبيس طواقي.
بلبس طواقي، هذا إخواني لا يمكن أن يكون مؤمنا حق الإيمان، في خلل، في ثغرة. لا، الإتقان والإكمال هذه من أدوات الاستقامة. أما الغش والخداع، ليس منا من غشنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. يعني إيش ليس منا؟ ما له علاقة بالإسلام وإن صلى وصام. الغش تريد منفعتك الذاتية على حساب منافع الآخرين. من أعطاك هذا التفضيل؟ ففضلت نفسك على الناس، ما من أنت؟ إيانا إخواني. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب الولاة، يحاسبهم إذا ما جاءت شكوى أن واليا من الولاة طفف أو لم يتقن عملا أو يكمل أو ظلم أو ما شابه. وقص قل لكل إنسان يلي مسؤولية عامة، الاستقامة ليست شخصية فقط، وإنما استقامة المؤسسات، استقامة دوائر الحكم، استقامة الدوائر المالية، استقامة دوائر الأمن. كل هاي دولنا نخر فيها الفساد لما لم يحاسب الإنسان كما كان يحاسب الإنسان أيام كان الأهل الحكم وأهل القوة يتقون الله عز وجل. لكن الوسيلة الرابعة إخواني التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. المجتمع المسلم إخواني مجتمع متكافل، متضامن، متعاون، وهكذا يجب أن يكون. والنبي شبه عليه الصلاة والسلام الأمة بالجسد، إذا تداعى عضو من الجسد تداعى كل، إذا شكى عضو من الجسد تداعى كل الجسد له بالسهر والحمى. أصبعك لما يوجعك رأسك بيوجعك مع أصبعك، مش هيك؟ وهكذا. فالأمة لابد أن تتعاون. والمجتمع الأمريكي هنا فيه خصلتين جميلتين هي من أصل الإسلام لكن اليوم ما حد بيطبقها. الخصلة الأولى العمل التطوعي. تطوع أنت كمسلم، لابد أن تتطوع لعمل يخص الجالية. افعل عمل تطوعي، أقصد الجالية المسلمة وغير المسلمة، local community. لابد أن تتطوع، تعلم نفسك أنك تبذل الوقت في خدمة من حولك. وهذا هذه الدعوة. ما هي الدعوة؟ الدعوة خدمة، أنت تخدم فينبسط فيسأل فتجيب فيعرف فيزداد معرفة فيقارن فيقرر. هذه الدعوة. والقضية الثانية التبرعات، الناس تتبرع للمشاريع الخيرية. وإحنا كجالية إخواني نعاني من وجود الآن اللجوء، اللاجئين واللاجئات الذين جاءوا من سوريا وجاءوا من البلاد العربية. إخواني هؤلاء بشر، أسر، أطفال، بنات، سيدات، كبار، صغار، يحتاجوا إلى السيارة والبنزين والطعام والمدارس واللباس. تخيل أنهم أولادك كيف يعيشون بلا معيل؟ ولا يجوز أن نتركهم هكذا، لأن النبي يقول من بات شبعان وجاره جائع فقد برئت منه ذمة الله. ولا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ من قال من بات وجاره جائع وهو يعلم، عن وجاره جائع وهو يعلم، ما بصير. فتحروا هؤلاء اللاجئين وساعدوهم. ومن لم يعاون على البر والتقوى، والتعاون حتى على مستوى الأسرة، زوجتك مش عم تشتغل عندك 24 hours يعني made for you، don't do that. زوجتك أمانة في رقبتك، تتعاون معاها، تتعاون معاك، هي مش خادمة في بيتك أبدا، الزوجة ليست خادمة، أنت مطلوب منك أن تعمل في البيت ليس هي. وبالتالي أنا يصلني بعض الشكاوى أنه استغلال وتهديد لا أوعى يا أخي، زوجتك هي شريكة حياة، تتعاون معها فيما يقيم هذه الأسرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا لا شك بالتفاهم، وما أجمل أن تقتدي بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. من منا لا يعرف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أهل بيته في بيته عندما يكون متفرغ لذلك، وهذا لا ينقص من قدر الإنسان، بالعكس هذا يرفع. من تواضع لله رافعه الله، وتزداد المحبة والألفة، وينتج عن هذا أبناء صالحين. ليش اليوم أبنائنا فيهم فساد؟
ليش الأولاد فيهم يعني عقوق والدين؟ طيب جو رحمة ولا تفاهم ولا تحابب بين الزوجين، فبينطلق طاقة سلبية تجاه الأبناء، فالأبناء كل واحد بصير عايش لحاله، إيش لحاله؟ يجمعهم بيت ولكن لا يصوغهم ألفة ولا محبة، متفرقون. أنا أعلم إخواني سبب معصية الله، معاصي البيت كله معاصي، من أين يأتي الحب والألفة؟ ذلك التعاون على البر. وما أجمل إخواني العبارة التي تقول pray together you stay together، عندما تصلي لا تصلي وحدك في البيت، لا تصلي وحدك، وإنما زوجتك وأولادك معك، تأم بهم ثم ترفع يديك وتدعو الله عز وجل لك ولهم. هذا ما يؤلف القلوب ويجمع القلوب ويحبب القلوب مع بعضها البعض إن شاء الله تعالى. طبقوها يا إخواني، طبقوها. إذن التعاون، الوسيلة التالية طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. لا بد يا إخواني، ما في طاعة لله بدون طاعة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الأسوة، هو المعلم، هو الذي فسر وبين، هو الذي تحمل الأذى في سبيل أن تصل هذه الدعوة إليك وإلي. نحن أهل الشام وأهل المغرب وأهل الجزائر وأهل العراق، نحن بعيدين عن الصحابة، ما كنا في مكة ولا المدينة، كيف وصلنا هذا الدين؟ بجهد إخوة لا نعرفهم، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يتقبلهم، بذلوا المال والنفس والولد في سبيل أن تكون أنت ابن الشام مسلم. 85% إخواني من الصحابة استشهدوا في المعارك، مش 35، 85، 85% شهداء في المعارك، من أجل ماذا؟ إبعاد الظلمة عن الناس، زي الله وطاعة رسوله بما يرضي الله ويرضي رسوله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وبالتالي إخواني لا أريد أن أطيل أكثر، هذه أدوات تعين كل إنسان أن يكون مستقيما في اتجاه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندما قبلت به إلها لابد أن تقبل ما أمرك به، وإلا لن تكون قد قبلت به إلها حق القبول. أسأل الله لي ولكم أن نكون من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.